السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم التلاميذ الأعزاء في درس جديد على قناة English Bug. درس اليوم إن شاء الله سيكون حول الاقتراح Suggestions، وهو درس من دروس الفانكشنز أو الوظائف اللغوية. إذا الآن سوف نقرأ حوار بين شخصين. أحمد: Why don't we travel somewhere؟ يعني لما لا نسافر إلى مكان ما؟ علي: Why not؟ Let's go to إفران. يعني لما لا هيا بنا إلى إفران أو لنسافر إلى إفران. أحمد: Yes, Ifrane is beautiful. We could enjoy the snow, but it's very cold there. يعني نعم، إفران مدينة جميلة، يمكننا أن نستمتع بالثلج، لكن الجو بارد هناك. How about going to أم ربيع Springs؟ يعني ماذا عن الذهاب لوادي أم ربيع مثلا؟ I think that will cost us a lot of money. Why not go to Marrakesh؟ يعني أظن أن هذا سيكلفنا الكثير من المال، لما لا نذهب إلى مدينة مراكش؟ That's a good idea. يعني تلك فكرة جيدة أو هذه فكرة جيدة. إذن هذا حوار بين أحمد وعلي حول مكان ما يعني يودون السفر إليه. So عندنا بعض التعابير والأساليب لتقديم اقتراح، مثلا Why don't we؟ Why don't we؟ أو Let's. Let's. أو How about؟ How about؟ Why not؟ Why not go؟ Okay. إذن هذو بربعة هما بعض الأساليب أو تعابير لتقديم اقتراح. So these are used to make suggestions. So what is a suggestion؟ شنو اقتراح؟ A suggestion is an idea, a plan, or a possibility that someone mentions. يعني اقتراح هو فكرة أو خطة أو احتمالية، احتمال ديال واحد الفعل اللي كيذكرو شخص ما، صديق ديالك مثلا أو أي شخص. Okay, so this is a suggestion. هذا هو الاقتراح. إذا الآن غادي نشوفوا الفورم أو التركيب ديال التعابير ديال تقديم الاقتراح. So expressions of making suggestions يعني أساليب تقديم الاقتراح. Examples يعني كل على كل أسلوب أو تعبير غادي نشوفوا واحد المثال. Why don't plus subject plus verb in the infinitive؟ يعني لما لا، لما لا، why don't؟ هناك دائما كتجي علامة استفهام في صيغة سؤال ولكنها اقتراح. Why don't you look for a job؟ مثلا الصديق ديالك قال لك بانه ما عندوش فلوس، فانت غتختار عليه واحد الحل، غتقول ليه مثلا Why don't you look for a job؟ لما لا تبحث عن عمل. هنايا why don't هذا هو التعبير ديالنا بالاحمر. Subject هو you يعني الفاعل. Why don't you؟ Verb look. Why don't you look for a job؟ لما لا تبحث عن عمل. التعبير الثاني Why not يعني بحالو بحال هذا في المعنى، لما لا plus verb in the infinitive زائد فعل غير مصرف في الحالة الطبيعية ديالو. مثال example Why not go to Marrakesh؟ Why not go to Marrakesh؟ So verb here, as you can see, I'm going to show you the verb here is in the infinitive and here it is verb go. Here we have subject plus verb in the infinitive and here we have you plus look. So these are the verbs in the infinitive. Number three, let's plus verb in the infinitive. So let's plus verb in the infinitive. For example, let's go to the cinema. Let's go to the cinema. يعني لنذهب إلى السينما أو هيا بنا إلى السينما. So let's go to the cinema. Let's plus verb in the infinitive. لاحظوا معي بأن let's الانفينيتيف اللي كيجي موراها ما عندوش to، بحال why not go، ماشي why not to go. So الانفينيتيف هنا وهنا كيكون bare infinitive يعني infinitive بدون to. Number four, I suggest plus verb plus ing, gerund. For example, I suggest اقترح. I suggest traveling to London. اقترح الذهاب إلى لندن. لاحظوا معي I suggest traveling verb plus ing traveling to London. And number five, يعني التعبير الأخير اللي عندنا في هذا الدرس هو what أو how about. هذو جوج ديال التعابير، ممكن تقول what about أو ممكن تقول how about. Okay, plus verb plus ing. For example, what about eating in a restaurant? What about eating in a restaurant؟ ماذا يعني الأكل في مطعم مثلا؟ So هذو هما التعابير ديالنا، وهذا هو التركيب اللي كيمشي معاهم، الطريقة ديال التركيب ديالهم، وهذو بعض الأمثلة عليهم. إذا الآن غادي نمشيو ل responding to suggestions، يعني الرد على يعني الاقتراح. فاش كيقترح شي شخص شي حاجة فكترد عليه، إما كتقبل الاقتراح ديالو أو لا كترفض الاقتراح ديالو. غادي نشوفو الحالات بجوج. إذا إلا قبلتي غتقول مثلا That's a good idea، هذه فكرة جيدة. That's a good idea. Or yes, that sounds good.
or interesting, يعني نعم يبدو هذا جيدا. Or you can say yes, let's. هنا خلينا فراغ كيمشي على حسب الفعل اللي تعطى في الاقتراح. مثلا why don't we watch movie, لما لا نشاهد فيلما؟ Yes, let's watch it, نعم لنشاهد مثلا. And the last one, why not, لما لا؟ يعني فاش كيعطيك شخص اقتراح كتقول له لما لا, why not, let's go to the cinema, why not, so you accept. If you decline or refuse, you can say this is a bad idea, هذه فكرة سيئة. Or what about, يعني كتحاول تعطي اقتراح آخر. في هذه الحالة ترفضت الاقتراح الأول وكتعطي اقتراح ثاني. So what about, let's go to the cinema, what about going to the park, ماذا عن الذهاب إلى المتنزه مثلا. Or no, let's not do that, بلا ما نديرو هاد الشي اللي قلتي, بلا ما نقومو بهاد الاقتراح. Or no, I don't think so, لا لا أظن ذلك, يعني كترفض الاقتراح ديال الشخص الآخر. Okay, so أساليب الاقتراح شفنا على أمثلة, وهنا في حالة القبول أو الرفض. غادي نشوف واحد التمرين. Correct the mistakes in the following sentences, يعني صحح الأخطاء في الجمل التالية. عندنا 6 ديال الجمل, خليت لكم القواعد ها هما هنايا. إلا بغيتي دير التمرين وقف الفيديو ودير التمرين ورجع لشوف التصحيح. So why don't we go to Marrakesh, it will be fun, why don't we to go, هنا عندنا to go. So شنو الخطأ اللي ترتكبنا؟ هو أن عندنا to, وهنا شفنا في التركيب why not, oh sorry, why don't we go, verb infinitive ما عندوش to كيف ما في المثال هنا. So why don't we go to Marrakesh, it will be fun, لما لا نذهب إلى مراكش, سوف يكون الأمر ممتعا. Number two, wait, why not traveling to Agadir, wait, why not traveling to Agadir. So الخلط اللي عندنا هنا, why not, هنا عندنا traveling ing, ولكن في القاعدة عندنا verb in the infinitive, ما عندناش ing form. So why not travel to Agadir. Number three, how about to stay in Casablanca and enjoy our time, يعني ماذا عن البقاء في كازابلانكا والاستمتاع بوقتنا. So how about to stay, هنا شنو عندنا؟ عندنا how about verb plus ing, how about staying, very good, how about staying in Casablanca and enjoy our time. Number four, I suggest to go to where is it, yes, the mistake is to go, we should have an ing form or adjourned form, I suggest going to where is it. Number five, let's ask in my brother, he may have better suggestions, يعني لنسأل أخي يمكن أن تكون لديه اقتراحات أفضل. So let's ask him, هنا شفنا في القاعدة let's plus verb in the infinitive ماشي ing. So let's ask my brother, he may have better suggestions. Number six, I suggest to stay here in Casablanca, هنا شفنا بأن suggest كتبها ing form sorry. So I suggest staying here in Casablanca, I suggest staying here in Casablanca. هاد التمرين فقط باش تفهموا التركيب أكثر. نزول تمرين أو تمارين الامتحان الوطني, كيف ما قلنا هادو هما التمارين اللي عادة ما كتكون في الامتحان الوطني, يا إما جدول وانت كتقرأ الجمل وكتربط بالوظيفة اللغوية المناسبة, وكيكون في بعض الأحيان يا إما هذا بوحدو عليه 4 نقاط, أو في بعض الأحيان الأخرى كيكون هذا جوج نقاط, وكيكون تمرين آخر بحال هذا حوار وانت كتكمله على حسب الوظيفة اللي طالبين منك. So may I use, so the question, sorry, match each expression to its appropriate function, يعني أصل كل تعبير أو جملة مع وظيفتها اللغوية المناسبة. عندنا واحد جوج ثلاثة أربعة, دائما تذكروا ما خصكمش تديروا خط, ما توصلوش بخط, ولكن تاخذوا هاد الحروف اللي هنا وتحطوهم في المكان المناسب في ورقة الامتحان الوطني. So قرأوهم مزيان, سطروا على الكلمات, حاولوا تفهموهم, حاولوا تفهموا الوظائف اللي عندكم هنا, عاد قوموا بالتمرين أو الوصل. May I use the multimedia room on Monday morning, يعني حاول أنك تقولها بالعربية في راسك. مثلا هل يمكنني استعمال القاعة متعددة الاستعمالات يوم الاثنين صباحا؟ Okay, may I. Number two, I'm afraid I don't share your view, أنا لا أظن أنني أوافقك الرأي مثلا, أو أشاركك نفس الرؤية. What should I do to join literacy classes, ماذا ينبغي أن أفعل لكي أنضم إلى أقسام محاربة الأمية. Let's go skateboarding this afternoon, يعني لنذهب للتزلج على السكيت بورد هذا المساء أو هذه العشية مثلا. Functions, هنا عندنا الوظائف اللغوية. Asking for advice, عندك طلب نصيحة, دائما هادو خصكم تعرفوا المعاني ديالهم. B, expressing disagreement, يعني تعبير عن عدم الموافقة. C, making a suggestion, اقتراح أو تقديم اقتراح.
دي responding to bad news يعني الرد على الأخبار السيئة. اي asking for permission يعني طلب الإذن طلب الإذن. إذا كتشوف هنا الجمل ديالك كتقول may I use the multimedia room on Monday morning. هل يمكنني استعمال القاعة متعددة الاستعمالات أو تخصصات يوم الاثنين صباحا؟ إذا هذا بكل بساطة هو طلب الإذن. So it's E. Two, I'm afraid I don't share your view. أنا لا أوافقك الرأي. هذا سهل جدا. ممكن توافقش معك. إذا expressing disagreement. So it's B. B كنحطوها فرق من جوش. Number three, what should I do to join literacy classes? ماذا ينبغي أن أفعل؟ هنا what should I؟ هذا دائما كتكون قريتيهم في الدروس ديال functions وحفظهم. So what should I do? هنا asking for advice. So A is number three. Or is the appropriate function for number three. Four, let's go skateboarding this afternoon. Of course, هذا هو اللي قرينا دابا التصليق قرينا هو رقم 4. Let's go. So it's making a suggestion. هيا بنا أو هيا نقوم بكذا وكذا. Okay. Complete the following exchanges appropriately. هذا هو تمرين ممكن يتعطاكم. You suggest a fun activity to do with your friend next weekend. يعني اقترح نشاطا ممتعا تقوم به أنت وصديقك نهاية الأسبوع أو نهاية الأسبوع المقبلة. So you suggest أنت تقوم بالاقتراح. So for example you can say I suggest going to the beach or I suggest going as I said to the beach. I suggest watching a movie. Why don't we travel to Tangier for example etc. يعني ممكن تعطي بزاف ديال الفان اكتيفيتيز اللي ممكن يداروا مشاهدة التلفاز السفر اللعب etc. So you can say why don't we go to the cinema next weekend. لما لا نذهب إلى السينما نهاية الأسبوع المقبلة. Friend respond to suggestion يعني الصديق ديالك رد عليك يا إما يقبل ولا يرفض الاقتراح ديالك. فهاد الحالة غيقول That's a great idea. See you then. يعني هذه فكرة جيدة أراك حينئذ أو يعني في نهاية الأسبوع المقبلة. أوكي. So نتمنى يكون الدرس سهل ونال الإعجاب ديالكم. عفاكم بارطاجيو خليو لايك خليو كومنتير ونشوفكم إن شاء الله في الحلقة أو الفيديو المقبل.